تلاحظوا من خلال التقرير اللي غادي نعرضوه الان، وهذا هو الهدف من هذه الندوه الصحفيه، ولا نستبق الاحداث لانه كاينه ندوه اللي غادي يتقدم بها التقرير، ولكن حنا بالنسبه لنا كان الهدف الرئيسي من هذا التقرير الثاني هو اولا نبينوا بان الامر لا يتعلق بان الازمه ما هياش واحد الحدث طارئ، واحد الحدث بنيوي اللي بدا من 2013. والمساله الثانيه هو انه نشرحوا هذه الازمه ونبينوا المعالم ديالها على مختلف المستويات. وكنعتبروا بانه كاين هناك حلول كما حصل في عدد من البلدان، كاين هناك حلول اللي هي ممكنه، والحل الرئيسي يكمن في انه ينبغي ان نعرف اننا امام واحد عالم جديد يتطور باستمرار، وان الوسائل ديال التواصل الان هي واحد الفرصه، او التطور التكنولوجي الحديثه هي واحد الفرصه مناسبه وملائمه لتطور الصحافه ماشي العكس، على اساس انه يحسن استعمالها وانه تكون هناك استثمارات في هذا الشان هذا، وعلى انه يتم اصلاح الصناعه الصحفيه والاعلاميه في المغرب. هذا طبعا المجلس ما غادي يقدرش يقوم بهذا الشيء لانه ماشي بوحدو، ولكن كاين هناك فاعلين اخرين اللي يمكن يساهموا في هذا الشان. السنه المواليه هدف المصارف اللي صرفتي كتعوض في جزء منها 30% 25% بالنسبه للصحافه الالكترونيه. المعيار الوحيد هو المواليد البشريه، شحال ما كان كتخلص اكثر شحال ما الدعم كيرتفع، هادو هما المعايير. اذا هو الدعم ماشي واحد، الهيبه كتعطى زيد فاعطي الفضيله، ولكن هو واحد تعويض على مصاريف يعني تم ادائها فعليا. التقرير اللي كان كيهمو هو علاقه هذا الدعم بالجائحه. حقيقة الدولة بذلت مجهود جبار، ما غلقتش ما لقيناش في البنش مارك أن شي دولة مشابهة للمغرب بذلت مجهودا مثل الذي بذل في الأول. ولكن في التقرير الأول كنا كنتكلموا على الارتباك. أولا الدولة علمات أنه غادي العقد البرنامج اللي كان كيجمع الحكومة مع المهنيين انتهى 2019، قالوا المقاولات الصحفية الله يخليكم غادي تعطونا الملفات ديالكم بناء على على العقد البرنامج الذي سنمدده. والناس 130 جريدة اللي تقدمت الملف ديالها إما عندها رقم اللجنة الثنائية، ورقم اللجنة الثنائية يعطى للصحف المهيكلة باختصار، إذا كانت يوميا خص يكون عندها 11 صحفي، إذا كانت أسبوعيا 7 صحفي، إذا كانت إلكترونية 3 صحفيين، إذا كانت جهوية 2 صحفي. هذا هو المعيار، يكون كيخلصونا سنسيس ويكون الشركة عندها سنتين من الأقدمية. 130 جريدة اللي تقدمت فيها 100 قدام وفيها 3 يطلبون رقم اللجنة الثنائية لأول مرة. في رمشتاين تغيرت هذه العملية ديال عقد البرنامج، وتم الإعلان على أنه سيتم صرف أولا تم التعديلات موارد أكبر، وتم التصريح في البرلمان أنه سيتم أداء أجور العاملين في المؤسسات الصحفية وتحمل المصاريف ديالها ديال الطباعة إلى آخره. داز 3 شهور ما استطاعوش أنهم يغطيو المصاريف ديال الطباعة إلى آخره، لأنه الفواتير اللي جات كان خاصها في دقيقات، فتم تمديد 3 أشهر أخرى، والصحفيين ديال 130 مؤسسة صحفية والعاملين ماشي صحفيين بدأوا يتوصلون بأجورهم مباشرة إلى الحكومة. شيء كثير ضربتها جوج جائحات، ماشي جائحة واحدة. تحدثون على أن الإشكالية الجائحة اللي كاينة الآن الصحية اللي تسببت في النقص ديال المبيعات، اللي ساهمت في المعاناة ديال الصحافة الورقية. فهذه الجائحة ربما أعتقد أن غيجي اليوم اللي غادا تنفرج، ما يبقاش هذه الجائحة ديال الصحية تؤثر على الصحافة الورقية. لكن الجائحة الثانية التي أصابت الصحافة الورقية هي جائحة ناعمة بهذا المفهوم، جائحة إيجابية، وهي الجائحة ديال التكنولوجي نيميريك أو التطور التكنولوجي للاتصال الرقمي. منذ يعني 2011 ظهور الصحافة الإلكترونية أثرت بشكل كبير، وهذه هي حقيقة ما عندناش اللي تقدر تقولها، أثرت بشكل كبير على الصحافة الورقية. ف
فانخفضت المبيعات، انخفضت الاشتراكات، انخفض الاهتمام بها، انخفض عدد القراء، فكل هذا كان سبب الجائحة الثانية النائمة التي تحدثنا عنها. لكن الصحافة الإلكترونية صابتها أربعة ديال الجوائح. الجائحة الأولى هي الجائحة الصحية، وهي كنعتبرها أنها غتكون إن شاء الله بحول الدولة بعد ما غتبقاش الجائحة الصحية. الجائحة الثانية جائحة الدعم. لحد الآن أغلب الصحف الإلكترونية ما كتلقاش الدعم، فهي الآن تعاني حتى وإن كانت تلقات الدعم فهو تتلقى على مستوى الموارد البشرية. يعني إلا لاحظنا القانون ديال 136/18 اللي كيتحدث على دعم ديال المقاولات الإعلامية، فما عنده إلا محور واحد اللي هو محور ديال دعم كتلة الأجور، ومعاه واحد محور بسيط صغير جدا سميتو محور ديال دعم الملاءمة اللي ما كتعداش 1% درهم. إذا تعاني كذلك حتى على مستوى الدعم. الجائحة الثالثة التي تعاني منها الصحافة الإلكترونية هو الإشهار. الإشهار لحد الآن كنشوفوا أن كان الأستاذ مفتاح التدخل ديالو على أساس أنه جوجل واليوتيوب وهذه الوسائل ديال التواصل الاجتماعي تلقى الإشهار. إذا هذه الصحافة الإلكترونية كيفاش يمكن لها تنتعش في ظل على أن الإشهار كله أصبح مهيمن في وسائل عند جوجل والفيسبوك واليوتيوب. والجائحة الرابعة وهي الخطيرة جدا، وهو هذيك المنصات ديال التواصل الاجتماعي. صبحوا فيها صحفيين كبار من الصحافة والمقاولات الإعلامية المهنية، صبحوا فيها أشخاص نشطاء يحصلون على واحد المتابعة بالملايين ما كتحصلش عليه الجريدة أو المقاولة. بمعنى يجب فتح نقاش حقيقي. الآن شفنا هاد الدراسة والتقارير اللي بصراحة أعتقد أن إلا دفعنا غير واحد النسبة كبيرة منها، واحد النسبة ديال 70% منها، إلا دفعنا بهذه التوصيات أعتقد الأزمة غتنفرج. كيف ما كان نوع لنا هناك أفكار جابها التقرير، هناك توصيات رائعة يجب أخذها بعين الاعتبار. وأنا أرى من وجهة نظري باش نختم، يجب على المجلس الوطني أنه يدعو إلى حوار وطني في جميع الشركاء، وزارة المالية، رئاسة الحكومة، البرنامج، ماشي غير الوزارة الوصية ديال القطاع ديال الاتصال بوحدها اللي كنا نتكلموا معاها، خاص تفتح نقاش كبير. وهذه المناسبة أحيي بطبيعة الحال اللجنة ديال المقاولة على المجهودات اللي قامت بها، وكذلك التحية الكبيرة للسيد رئيس المجلس، والتحية موصولة إلى الحاضرين.